ما هي أدوار مؤسسات التعليم العالي المتوقعة؟ ولو لاحظتوا في الممكنات هناك ممكن مهم جدا اللي هو بروفيشناليز تيتشنج، تحته داخل إعداد المعلم وتطوير المعلم على في العمل في على المهنة على رأس العمل وقضايا التحفيز يعني شاملة. لكن ما يعني ما هو الوقت الآن، يمكن إن شاء الله في فرصة أخرى نعرض قضية ما تناولت الاستراتيجية فيما يتعلق بتطوير المعلم، إعادة تأهيله. لا يمكن أن نحقق تطوير في التعليم إلا إذا عدنا أيضا أو طورنا برامج إعداد المعلم، وهذه نقطة مهمة جدا وتناولتها الخطة الاستراتيجية. وأيضا بدأت وزارة التربية والتعليم في عمل مشترك مع وزارة التعليم العالي مؤسسي للتنفيذ. هذه نقطة. النقطة الثانية، لا يمكن تدريب 500,000 معلم ومعلمة على مستوى المملكة إلا إذا شاركت الجامعات السعودية بفعالية في عملية التدريب، ووضعت آلية أيضا في الخطة الاستراتيجية كيف أن نشرك الجامعات. المهم جدا بالنسبة لنا أن تكون الجامعات جاهزة لإحداث أو تنفيذ برامج تدريب عالية المستوى ومتوائمة مع الرؤية المستقبلية للمعلم وللمدرسة، وتغيير المفاهيم وكثير من الخطط الدراسية والبرامج التي تقدمها الجامعات في إعداد المعلم حتى تتوائم مع هذه الخطة. لأنه لا يمكن يعني أن نقول مثلا يعني أن التدريب يتم في الجامعات ونحن نرى يعني أن يعني بعض البرامج، أنا لا أعمم، بعض البرامج في الجامعات تحتاج إلى تطوير نفسها، بعض الكليات لا يتوفر فيها اعتماد تربوي. ونعرف أن جامعة الملك سعود على سبيل المثال بدأت إجراءات الاعتماد الأكاديمي، بعض الجامعات الأخرى في كليات التربية. فنحن نحتاج يعني مثل ما أعطينا وزن كبير في خطة التطوير المهني للجامعات السعودية، أيضا نريد أن تكون الجامعات السعودية وكليات التربية على المستوى الذي نريده. لأن مثل ما ذكرت لا يمكن أن ننشر بدون يعني مشاركة حقيقية للجامعات. بالنسبة للأخت خديجة، اللي فهمت دور مشروع تطوير في ثقافة التغيير، كل الاستراتيجية قائمة على بناء ثقافة جديدة للتغيير من خلال تغيير طريقة العمل والإجراءات اللي تعمل، وهي يعني من العناصر المهمة لإجراء ثقافة التغيير. أيضا من خلال برامج منظمة سواء كانت مباشرة وجها لوجه أو باستخدام التقنية أو غيرها للتواصل مع جميع المعنيين في النظام التعليمي. وأنا أعتقد أن إذا كان يعني طلب أني أختار أهم جانب في الذي يجب أن تتناول الخطة الاستراتيجية اللي هو ثقافة التغيير أو إدارة التغيير، لأنه هو في النهاية إذا ما استطعنا ندير عملية تغيير على مستوى المدارس وإدارة التربية والتعليم لن نستطيع أن نحقق الهدف الذي نريده في تغيير المدارس نفسها. شكرا لك. طيب السؤال الآن الزميلات في القاعة النسائية. في مداخلات وفي مقترحات وفي أسئلة دكتور. تفضلي. كثيرة معك. هذه واحدة بتقول مقترح، تقول نعمل دول قسم المكتبات والمعلومات في تعليم بنات مكة، نعمل إضافة تنمية مهارات البحث العلمي لدى الطالبات والطلاب في تطوير مهارات الطلاب للقرن 21. طيب مداخلة أخرى قبل أن ننتقل للقاعة الرجالية. هنا طبعا من وفد دولة قطر، شكر على هذه الجودة القيمة والمتميزة ما تحدث عنه الدكتور الحكمي، يرقى بالتعليم ومهنة التعليم، ولكن هل تطرقت المبادرة لربط استقلالية المدارس أو لا مركزيتها بناء على محاسبيتها وقدرتها؟ شكرا لكم. الآن الزملاء نأخذ من هنا. تفضل يا أخي الكريم. إحنا بنأخذ من اليمين ومن الوسط ومن اليسار. تفضل. أي نعم. السلام عليكم. خالد الصيدلاني من تعليم المدينة.
أشكر لكم العرض الجميل، وسؤالي كما ذكر الزميل قبل لحظات هيكون من جانب آخر، ما دور إدارة التربية والتعليم والمدرسة بالتحديد في بناء الخطة الاستراتيجية، علما أن يوجد في إدارات التربية والتعليم والمدارس كثير من المشاريع والبرامج التي تحقق الهدف الذي نأمله وتأملونه، وهو أن يكون الطالب محور العملية التعليمية. شكرا لك. طبعا تعزيز مهارات البحث العلمي أعتقد أنها من أهم المهارات التي يعني يجب الاهتمام بها، وهي لأن يعني يدخل فيها مجموعة كبيرة جدا من المهارات، سواء مهارات البحث عن المعلومة أو تقييم المعلومة أو استخلاص المعلومة، مهارات الكتابة، فهي من الجوانب التي يعني ستحظى بكثير من التركيز في الخطة المستقبلية أو الخطة الاستراتيجية. الاستقلالية بدون محاسبية لا يمكن تحقيقها، لابد أن مثل ما نعطي استقلالية لابد أن يكون هناك نظام كامل محاسبية. ولعلكم لاحظتوا في الخطة الاستراتيجية أن حددنا أول ما هي مؤشرات الأداء التي سيتم خلالها محاسبة أو تقييم المدرسة، الناحية الثانية اللي هي كيف العلاقة بين إدارة التربية والتعليم والمدرسة من خلال اتفاقية شراكة تحدد المسؤوليات على الجانبين، بحيث أنه ما يكون فقط مسؤولية مدير المدرسة، أيضا ما هي مسؤولية إدارة التربية والتعليم لدعم مدير المدرسة. دور إدارات التربية والتعليم في بناء وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، إدارة التربية والتعليم في هذه الخطة الاستراتيجية هي محور التركيز العمل. محور تركيز العمل هو إدارة التربية والتعليم، ولعلكم واحد أهم ممكن رقم واحد اللي هو تمكين إدارة التربية والتعليم من مساعدة المدارس، فدورها يعني كبير جدا. نشكركم جميعا، ونشكر المتحدث السعادة الدكتور علي بن الصديق الحكمي، وردا على الزميلة التي تشكر الوزارة على التنظيم من دولة قطر، نحن نرحب بجميع ضيوف وزارة التربية والتعليم في المعرض والمنتدى الدولي من دول مجلس التعاون الخليجي ومن دول العالم، وكذلك نرحب بالمتحدثين، نرحب بالدكتور مقيم تيمور رئيس فريق الخبراء بالبنك الدولي، الدكتور توم كسدي، الدكتور انطوان جروي، الدكتور دون كنزو، والدكتور لي سينغ، وكذلك الدكتور خالد العواد، الدكتور خالد العنقري، المهندسة نادية باخرجي، جميع المتحدثين، جميع الزملاء الذين شرفونا بالحضور. الآن سعادة رئيس اللجنة المنظمة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير يقدم هدية للمتحدث الرئيس الدكتور علي الحكمي في هذه الجلسة. عليكم أعزائي المشاهدين في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام. قبل قليل استمعنا إلى الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى، وكانت تحت عنوان ملامح عامة عن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام، وكان المتحدث الرئيسي فيها سعادة الدكتور علي بن صديق الحكمي. وقبل أن يشرفنا في الاستوديو تناولنا سيرة الذاتية، هنيئا لنا كمجتمع سعودي بهذه الشخصية المقتدرة وذات الكفاءة العالية علميا وعمليا. مساك الله بالخير دكتور علي. أهلا وسهلا، الله يحييك. الحقيقة يعني كان زميلي أخوي عبد الرحمن غنيان قبل شوية تناولنا سيرتك الذاتية، وما شاء الله تبارك الله يعني حافلة بالخبرة العلمية والعملية. إلى 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 وين تبي تروح؟ والله سؤال محير وفاجأتني، بس لأن الناس عادة أو المذيعين يدخلون في المواضيع، لكنك لمست نقطة مهمة جدا بالنسبة لي. وين إلى أين أريد أن أذهب؟ أنا أتمنى أن أرى اليوم الذي يصبح فيه التعليم في المملكة العربية السعودية على مستوى عالمي. جميل. هذا الحلم
الذي يوجد. لا ليس لدي يعني طموحات أخرى.